نحن حزب السلام الديمقراطي، تأسس عام 2005، وسأعرض على حضراتكم أهم محاور برنامج الحزب. يرى الحزب أن التعليم العام حق لكل مواطن، ونعمل على تنفيذ مشروعنا المصري الحديث لتخريج الفنيين والمهنيين وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وكذلك وضع خطط استراتيجية مدروسة لتطوير التعليم بكافة مراحله وخاصة الفني المتوسط وفوق المتوسط، ونشر المدارس الصناعية الحرفية وهي أهم ما يحتاجه الشارع المصري، والدعوة إلى تشكيل مؤتمر قومي دائم تشارك فيه كل الجهات لإعادة هيكلة منظومة التعليم واستعادة مكانة المعلم المصري الرائدة ودوره المتميز بالبلدان العربية. في مجال الاقتصاد يرى الحزب وضع استراتيجية جديدة تعمل على رفع معدلات الأداء في مختلف مجالات الزراعة، والتركيز على ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الهامة باتباع الأساليب الحديثة. مشروع التجمع الزراعي من الخطط العاجلة لعملية الإصلاح الزراعي السريع للوصول إلى التنمية الشاملة، وهو يحقق التبادل الزراعي لمختلف أنواع الزراعات والمنتجات الزراعية، ويدعم المزارع المصري البسيط، ويوفر الميكنة والمعدات الزراعية الحديثة لصغار الفلاحين، بالإضافة إلى تخصيص 30 فدان لكل خريج، وإضافة منحة مالية لا ترد لاستصلاح 5 مليون فدان ضمن خطة الحزب. التوسع في إنشاء شركات متخصصة في مجال الاستكشافات البترولية وشركات تصنيع وتسويق الزيت الخام، وإنشاء قاعدة بيانات عن أماكن توافر الغاز الطبيعي والسائل وطرحها لدى دول العالم خاصة الدول العربية لزيادة تصنيع وتصدير الغاز، وإنشاء معامل متطورة لتكرير البترول. كما نعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية أهمها تغيير سعر صرف الجنيه المصري الذي يدعم النمو الاقتصادي، زيادة دعم السلع الأساسية، محاربة احتكار السلع في الأسواق من المنتجين وتجار التجزئة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية خاصة القمح والأرز والذرة، تجديد الرقابة على جمع الضرائب لتوفير إيرادات حكومية بالقدر الذي يوازي نفقات الدولة، الربط بين الزيادة في الأجور والزيادة في الإنتاج لتشجيع العاملين على زيادة الناتج القومي، التحكم في الاحتياط القانوني لدى البنوك في رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي يمكن معه السيطرة على التضخم مع تجديد الرقابة على البنوك، وقف بيع وإهدار ممتلكات الشعب وثرواته واستردادها وإلغاء الخصخصة، تطوير قناة السويس ومضاعفة إيراداتها بإنشاء أسواق حرة وأرصفة وموانئ غير تقليدية على ضفاف القناة، طرح دراسات جدوى لصغار المنتجين ودعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزويد شباب الخريجين بدراسات الجدوى ومنحهم قروضا ميسرة، وتدريب شباب الخريجين والمتعطلين على الحرف الصناعية. ويهدف الحزب إلى تطوير منظومة السياحة وتشجيع صغار المستثمرين والتسويق لسياحة المزارات الأثرية والتاريخية. يرى الحزب تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل عام لتواكب أحدث ما توصلت إليه النظم العلاجية في العالم، والتي تتطور باستمرار وبسرعة وبتكنولوجيا عالية. ضروري توفير العلاج المجاني لكل المصريين ببطاقة الرقم القومي، واستبدال نظامي العلاج على نفقة الدولة والقرارات الوزارية للعلاج بنظام العلاج الموحد المجاني للمواطنين غير القادرين. في مجال الرعاية الاجتماعية يسعى الحزب إلى التغلب على مشكلة التضخم السكاني ووضع حلولا فعالة وواقعية، مع تفعيل كل الإجراءات الضامنة لتحقيق حياة كريمة لكل مصري في مختلف المجالات، عن طريق الاهتمام بالمواطن المصري البسيط والأسر الفقيرة والكادحة ومعدوم الدخل في الأقاليم والقرى والنجوع والمناطق العشوائية، ومواجهة حالة تدهور التنمية في الأقاليم، وتوفير ضمان اجتماعي لكل الأسر معدومة الدخل، وتخصيص 1500 جنيه كحد أدنى للأجور. يعتبر حزب السلام الديمقراطي ومنذ إنشائه في يوليو 2005
من أوائل القوى السياسية التي رفعت مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، حيث أعلن عند إنشائها عن عدة مطالب هامة، ومنها إلغاء قانون الطوارئ وضمان انتخابات نزيهة لمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية تحت الإشراف القضائي الكامل، بالإضافة إلى وضع دستور جديد لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وتحديد فترات رئاسة الجمهورية بفترتين فقط، مع السماح بحرية إنشاء الأحزاب السياسية. عرضنا عليكم أهم محاور برنامج حزب السلام الديمقراطي، رغبة منا في طرح أفكارنا على حضراتكم، آملين في تواصلكم معنا بشأن ما عرضناه، وحرية الاختيار والتقدير لحضراتكم.